أكيد بإذن الله، بإذن الله راح نكون حاضرة في رمضان بعدة أعمال، منها على القنوات الوطنية وفي قناة النهار. عطيتك الحصري، غنحضر أنا. لا لا، كاين سيربريز، كاين الحصري راح تشوفوه في قناة النهار بإذن الله في شهر رمضان إن شاء الله. إن شاء الله دي سيتكم وكابسول إن شاء الله في رمضان. كاين دي كابسول مع ياسين الشام، وكاين سيتكم دوار السوس مع صابرينا قريشي وحسن بشار. نعم، راح تشوفوني في عملين عبر قنوات التلفزيون العمومي الجزائري، في سلسلة كوميدية والفني الببليك في الكوميديا، سلسلة كوميدية واسمها إسعافكم من إخراج مهدي تسابست، وسلسلة أخرى كوميدية يعني لعبت فيها 5 حلقات واسمها فيها خير إن شاء الله، وإن شاء الله إن شاء الله نعجب الجمهور في لي غول تاعي هادو مجدد. نعم، راح نكون في أن سيتكم تشالنج جديد ليا، راح يكون على القناة الوطنية، راح تشوفوني في دور فتاة مستفزة جدا جدا، وكاين مشاريع أخرى بالك راح تشوفوني كالسنة الماضية على المباشر يوميا. بوغ الكولينار هاد السنة لحد الآن لهذا الدقيقة مازال ما بان والو، وصفاتي راح تكون على مواقع التواصل الاجتماعي سيور، مانيش راح نبخل عليكم.